أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحبكم جميعا في هذا اللقاء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناة معلم حذار. أيها التلاميذ، كيف حالكم؟ إن شاء الله في هذا اليوم نحن سندرس موضوعا جديد، وهذا الموضوع مناسب للتلاميذ للصف الثالث، وموضوعنا اليوم هو الألوان حولنا. الألوان حولنا. الألوان حولنا. ما معنى الألوان حولنا؟ الألوان حولنا باللغة الملايوية نقول ورنا دي سكليلين كتا. ورنا دي سكريلين كتا. الألوان بمعنى ورنا حولنا بمعنى دي سكريلين كتا. وهذا موضوعنا اليوم، نحن سندرس الألوان المختلفة كثيرة. هيا نبدأ. اللون أول، هيا نقرأ مقاطع أولا. أزرقوا أو أزرق بمعنى نحن نستطيع أن نقرأ بطريقين، أما أزرقوا أو أزرق. اللون الثاني أحمر. نستطيع أن نقرأ بطريقين، أما أحمر أو أحمر. وأحمر أو أحمر بمعنى طيب. اللون الثالث أخضر. والكلمة أخضر أو أخضر بمعنى اللون الرابع أصفر. وكلمة أصفر أو أصفر بمعنى طيب. وبعدين أبيض. نستطيع أن نقرأ أبيض أو أبيض، وهذه الكلمة بمعنى طيب. وبعد أسود
أسود. 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 نقرأ أسود أو أسود، وهذه الكلمة بمعنى. طيب، وبعد بن ني يون. 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 بن ني. وهذه الكلمة بمعنى. وبعدين را ما دي يون. را ما دي يون. را ما دي يون. را ما دي يون. أو را ما دي. وهذه الكلمة بمعنى. وبعدين بور تو قا لي يون. 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 أو بور تو قا لي. وهذه الكلمة بمعنى. طيب، وبعد با نف سا جي يون. با نف سا جي يون. با نف سجيون. بنف سجيون. أو بنف سجي. وهذه الكلمة بمعنى. طيب، وبعد وار دي يون. وار دي يون. وار دي يون. وار دي يون. وار دي. وهذه الكلمة بمعنى. الحمد لله، نحن درسنا الألوان كثيرة، وهذه الألوان موجودة حولنا. طيب أيها التلاميذ، عليكم أن تحفظوا الألوان المدروسة حتى تستطيعوا أن تستخدموها في العبارة. إن شاء الله سنلتقي في الحصة القادمة. أراكم على الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وباي باي. هيا بالعربية.
يدرسها.